طبيعة المرحلة القادمة وشكلها هتمشي ازاي وهتكون عاملة ازاي. طيب هنروح دلوقتي بقى احمد لنجمنا المصري محمد صلاح. خلال فتره تالقه وتوهجه مع ليفربول اللي نجح انه يقودهم لتحقيق اللقب الدوري المره 19 والاولى من 30 سنه، محمد صلاح ضمن الثلاث لاعبين فقط في الدوري الموسم ده نجحوا في تسجيل وصناعه اكثر من 10 اهداف بجانب النجم البلجيكي دي بروين لاعب مانشستر سيتي وسون نجم توتنهام. وكمان صلاح انهى الموسم في المركز الخامس بقائمه الهدافين برصيد 19 هدف بعد ما توج بالحذاء الذهبي في اخر موسمين. انت بتلعب فانتزي يا احمد؟ بلعب ايه؟ فانتزي البريمير ليج. ما اعرفش فانتزي، بس انا بلعب يعني بلعب كوره. المشاهدين اللي عارفين ده الكابتن دي بروين وصلاح الموسم ده هو اللي كسب في الفانتزي نقط بقى فانتزي عاليه من الليجوان. بعد بقى سوكر جيم هنروح يعني. ايوه اونلاين بتكابتن تشكل الفريق بتاعك في البريمير ليج كده، ده الكابتن بتاعي، ولو في الماتش ده مثلا جاب جوان يجيب بوينتس اعلى، اللي يجيب نقط اعلى بقى هو اللي يكسب بقى. اوكي ماشي. هتشجعي مين؟ لا هو يقول لك بعد طيب. واحنا بنتكلم على ليفربول حقيقه